استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي العميد بحري إدوارد ألغرين قائد العنصر البحري البريطاني ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بقائد العنصر البحري البريطاني حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخبرات العسكرية والدفاعية مشيدا سموه بعلاقات الصداقه التاريخيه المتميزه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده. واكد سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي على عمق الشراكه الاستراتيجيه الفاعله والمتناميه بين البلدين الصديقين والتزامهما بترسيخ الامن والسلام في المنطقه وتحقيق المصالح المشتركه لكلا البلدين والشعبين الصديقين.